بسم الله. السلام عليكم خوتي المشاهدين. انا سميتي واحد السيده اللي عندها مشاكل مع الراجل. انا هذا الراجل هذا مشى خلى لي ثلاثه د الاولاد، هو كان خدام في عند الدوله، دابا خلى لي ثلاثه د الاولاد ودابا هما جايين لعندي قالوا لي خصك تخوي السكن، وانا ولادي راه ما عندي فين نديهم. دابا راه ثلاثه باش غادي نكري لهم؟ ما عنديش. انا كنطالب من الرئيس ديال هاد فاش كان خدام يتدخل بان يعيطوا لي يشوفوا ويقلبوا عليه، حيت ما كنلقاهش حتى انا. حتى انا راه بينو بينو دعاوي، راه دار لي الامتناع، راه كنساليه شي فلوس ديال النفقه اللي جمعات عليه ما بغاش يعطيها، هو ما بغاش يهز المسؤوليه ديال ولادو. دابا مشى خلاهم ليا، مشى بحالو لمدينه الرشيديه وخلاني انا في اكادير. لا السيد انا ما طلقنيش اخويا، ما طلقنيش. مشكلة دابا هو ما طلقني، ما هز مسؤولية ديال ولادو. دابا انا كنطلب من جلالة الملك يتدخل ليا في هذا الدوسي هذا. انا راه ولادي راه ما كاينين فين نديهم ولا نكري ليهم. انا كنطلب وكنعاود نطلب يقلبوا ليا عليه يجي يكري لولادو. انا راه ما طمعتش في سكن وظيفي، انا راه كنعس انا ولادي مرعوبين، خايفين لي يتحل علينا الباب ونتلاحوا للزنقه. راه انا ما طمعتش في سكن وظيفي، انا ما عنديش فين ندي ولادي، ما عنديش فين نديهم. راه ثلاثه د الولاد كيقراو ما ساهلاش. انا راه ما بغيتش نفرط فيهم حيت باهم مش اسمح فيهم. انا راه كنعاني، حتى الخدمه راه مره خدامه مره ما خداماش. انا دابا كنطلب من جلالة الملك يتدخل ليا في هاد الدوسي ديال هاد السيد. راه هو كان خدام هنايا في سميتو في اكادير، ودابا راه شد التقاعد النسبي، وانا وياه بيني وبينه مشاكل، ودرت عليه شكايه عند البوليس. التناظر الخلاف بيناتكم اصلا هو كيسكر اخويا، كيسكر كيقمر وكيحشش. نهار خرج الخدمه صافي زاد الطغى. انا في الاول صابره على ولادي، كنقول بعدا راه كاين خدام، راه كاين مع الدوله، بعدا نهار يقيسني ولا يقيس ولادي غادي يمشي غير ليهم غيحميوني منهم. ولكن فاش التقاعد قال لي اللي في خيل كركبيه، انا دابا رجلي في الحبس ورجلي على برا. قالك الخدمه اللي كانت كتهمني هاني شديت التقاعد. دابا فاش التقاعد انا وولادي مشينا ضحيه. راه مشى دابا حتى فاش جا انا جاو عندي قالوا لي راجلك سلم السوارت. كيفاش سلم السوارت وانا في الدار؟ انا هاد السيد هذا اللي مكلف بالسوارت جالس كيقول لي راه راجلك سلم السوارت، وانا اللي كنعرف نهار كيسلم راجلي السوارت راه كديروا معاينه للدار، معاينه لهاد الدار بانها راه السيد خواها. واش هو مشى زاد حوايجو ويجيبوا لي الورقه اللي عطاوه ديال لي كيتوس ولا اش كيقولوا ديال التقاعد باش غادي يهز رحيله؟ واش انا غادي نمشي للرشيديه ب 100000 ريال ولا اكثر؟ ما عنديش، وانا ولادي كيقراو هنايا، هو غادي يلوحني حيت ما مسوقش. دابا انا كنطالب جلاله الملك يتدخل ليا. راه صيفط، راه ما خليت الباب اللي دقيته وما كيقولوا لك حنا كتهمنا الدار، كيقولوا لي الدار اللي كتهمنا، وانا هي راه الدار ما بغيتهاش، راه انا ما طامعاش فيها. ولكن انا ولادي واش نتشردوا؟ انتما كتهمكم داركم، انا كيهموني ولادي، راه ولادي غادي يتشردوا. وعباد الله راه ولادي غادي يتشردوا قسما عظما. عرفتي الا لاحوا لي دابا الحويجات الصباح راه دقوا. كانت البنت بوحدها في الدار، انا كنت غاديه لنزكان، صونع ليا قال لي مدام مدام فلانه، قلت ليه هي، قال لي شوفي غادي تجي دابا، قال لي فين راه، قلت له ودي خارجه كاينه في نزكان، قال لي اجي انا معك فلان من سميتو من المحكمه، هو سميتو اللي خدامين في هذا باش يديروا لي الافراغ. قالك راه الا ما جيتيش غنفرعوا الباب. قلت ليه ما يمكنلكش اخويا تفرع الباب؟ قالك راه عندي التنفيذ. واش انا ما عندي ما ندير، ما عندي فين نمشي كنقولها يجيبوا لي السيد يكري الولاد. وانا ولادي كيقراو، واحد كيقرا في الخامس، وحده كتقرا في السابعه، وحده في التاسعه، فين غنديهم؟ انا راه الا تلحت غادي نبقى في الزنقه، هذا الشيء اللي كاين. وانا دابا كنطالب جلالة الملك يتدخل ليا. ومول السوارت كيقول لك راه حنا ما كنعرفوكش، كنعرفو هو، ولا كتعرفو هو ما تجيوش لعندي انا، سير قلبوا ليا عليه. حتى انا راه كنقلب عليه شحال هادي، راه كنسالو دابا، راه جمعات عليه النفقه ودار عليها الامتناع، راه دار عليها الامتناع ودار ليا بيت الرجوع بلا ما نعرف. كانوا كيجيو واش جات لي استدعاء، المهم انا ما تبلغت به ودرت الامتناع بانه خصو بعدا يعطيني النفقه ديالي والفلوس اللي تجمعوا وسكن لائق لولادي فين يقراو، حيت هو البلاصه علاش مشى؟ مشى للعروبيه، ما فيها لا مدرسه لا سميتو. واش انا الدراري عندي كيقراو وكانوا في واحد المستوى وتديهم للعروبيه؟ هذا لا يمكن،
لا يمكن. انا دابا كان طالب انا يجي يكري لولادو بحالو بحال الناس، وقاس كيقول بانه مريض سكري، راه كلشي عنده مرض سكري، ولكن اللي عنده مرض سكري اخويا ما كيشربش، ما كيعطيهاش القمر، ما كيعطيهاش التيرسي، ما كيعطيهاش الشراب والحشيش. نتحدى يمشيو يديروا ليه التحاليل غيلقاو بان عنده سميتو المخدرات في دمه، وحتى الخدمه نهار جلسوه راه داكشي اللي لقاو عنده كيسكر السكر، ماشي ماشي مرض السكري، كلشي مريض بمرض السكري وكلشي خدام. هاد السيده انا دابا كنطالبهم وكنطالب جلاله الملك الله ينصرو يتدخل ليا. انا راه الشارع، وانا راه وسط الدوله، دار الدوله، راه الدوله كتحمي ولادي وتحميني وتجي تخرجني انا. انا راه كنطالب دابا انا ولادي ما يتشردوش، راه قسما عظم من الا دقيت البيبان ما كاين اللي يحن فيا، ما كاين اللي يطلع ليا. وانا انا والديا راه حتى هما عندهم مشاكلهم، واش نزيد لهم ثلاثه د الاولاد؟ الوالد كيقول لي انا يا بنتي ما قد نهزك، راه بارك عليا المسؤوليه اللي عندي. قال لي نهزك انت مرحبا على عيني وراسك، ولكن ولادك يا بنتي ما نقد عليهم. ودابا هو واش انا كاينه شي ام باهم لاحهم هما يتلاحوا من امهم؟ هذا لا يعقل، لا يعقل. يا جلاله الملك راه انا في السكن الوظيفي ديال الدوله، والدوله ما كتبغي تشرد حد. انا دابا راه الدوله هي اللي بغات تشردني، تقلب لي انا راه ما طامع على في سكن وظيفي، يشوفوا لي حل، يجيبوا هذا السيد انا يكري لي، راه كنقلب عليه ما كنلقاش. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، انا دابا راه جاوني هذا الصباح، راه ما كنتش دابا راه خايفه حتى غدا يجيو لعندي. انا ولادي دابا راه الزنقه وهما قارين هنا في اكادير، انا هنا في اكادير في طالبرشت، ولادي قارين هنا وسط، فين غادي نديهم وفين غادي نكري؟ ما عنديش باش غنكري، ما عنديش المدخول باش غادي نكري. يجي يكري لولادو، هذا الشيء اللي كنطالب. راه ما طمع لا في سكن وظيفي ولا في حتى حاجه، كنعرفو كيشدو التقاعد خصهم يخويو، ولكني انا راه حاله خاصه ومشيت لعندهم. مشي راه خمس سنين، هذه راه خمس سنين اللي خلاني خمس سنين، وقبل ما يوقع يمشي كاع يخرج هاد سميتو، مشيت للسوسيال ما دارت معايا والو، كتقول لك حنا ما عندنا ما نديرو لك. دقيت البيبان هاد الساعه راه ما كاين اللي يسمعني، وكنهضر معاهم كيقولوا لك اودي حنا ما كنعرفوكش، كنعرفوا الراجل وكنعرفوا الدار، وإلا ما كتعرفونيش لاش كتجيو لعندي؟ لاش كتجيو لعندي؟ سير قلبوا عليه، قلبوا يجي يكري لولادو. وكنحمل المسؤوليه حتى لمول السوارت، كنحملوا المسؤوليه، ما تشد السوارت، ما تشدش حتى تقلب دير معاينه للدار حتى تشوفوا دا ولادو. انا الدار كنعرفها، كانت خويها اللي كيرحل، لا كان خدام لا ما كانش خدام، كديروا معاينه بان الدار راه تسلمات ليهم خاويه. وهاد السيد دابا كيقول لي تسلمات، كيفاش تسلمات ولادو في الدار؟ وجا يقول لك لا واه دار لك بيت الرجوع الزوجيه. كيفاش بيت الرجوع الزوجيه؟ سير جيب لي هاد بيت الرجوع الزوجيه بعدا نعرفو كاع، ما عرفتش فين كاين، باش يجي يقول لي سميتو ولا تنازل على الساروت ولا ما تنازل. انا اللي كنعرف يجيبوا لي هذا الراجل يكري لي اللي كنعرف. انا نهار جيت لاكادير راه ما جيتش انا بسميتو، راه هو اللي جابني، هو اللي جابني، وجابني بالدراري، وولدت واحد، جبت بنيات صغار ودري باقي صغير، باقي ما ولدتو، ولدتو هنا نيت في اكادير. واش دابا هذا يعقل ثلاثه د الاولاد يتشردوا باش انا يقول لي ذاك الموظف هذه راه دار الدوله؟ راه هي عرفنا دار الدوله، ولكن هادو راه ولاد الشعب، راه المستقبل ديال الشعب، راه باقيين كيقراو، فين غيمشيو مساكين؟ انا راه ما بقى فيا، راه نزيد حتى انا نهز الساكه ونمشي نخليهم، ولكن ما بغيتش نكون بحال باهم يتعقدوا لي. راه مساكين مراض، راه ولاو خايفين، ولاو كيبكيو، بركه عليهم، راه مساكين هاد الدار دابا فاش قاعدين؟ قسما عظما انا خويا ياك الا كناكلوا داك الشيء اللي قسم الله، الا غير كنقعدوا كناكل غير اتاي والزيت، وما عمري بينت لشي واحد بانني هذا. وكاينين ضغوطات، وكاينين تعرضنا لشحال من اهانه، وكاينين الجيران اللي مبرسطيني وداخله سوق راسي. واخا داك الشيء كنقول صبر انا على ولادي، ولكني انا كنطالب جلاله الملك يتدخل ليا، راه انا ما عندي فين نمشي عند بهاد ثلاثه د الاولاد. هاد ثلاثه د الاولاد راه الا جاوا يخرجوا راه التشرد، راه حسن ليهم وموتوا ولا يخرجوا للزنقه. واش انا ولادي كيقراو نوض انا نضيع لهم مستقبلهم؟ باهم راه ضيع لهم مستقبلهم، بركه حرمهم من حقوق ديالهم، ما لقاوش مساكين يلبسوا بحال عباد الله، ما واكلين بحال عباد الله، ما شاربين بحال عباد الله، حتى المدرسه دابا فاش جاو. والله الا يا خويا عرفتي اش كدير الا كندبر مالي الدار؟ بعض المرات واحد خويا حتى هو كيقعد يعاونني، كيصيفط ليا اللي قسم الله، وحتى هو راه عنده ولادو. دابا انا كنطلب من جلاله الملك يتدخل ليا في هذا الدوسي هذا، انا يقلبوا لي على الراجل ولا يديروا لي حل معاه. انا راه ما عندي فين ندي الدراري.